احنا جينا عند عمر نورمالين ألف درهم الثمن عند شهرين. هذاك الاخر اللي لها بيكين و بولدوغ هذا شنو هو؟ ثمن 1500 درهم مقابل التفاوض. الله يبارك. قالوا بودي عمر واتساب ديالو على سران اللي بغى شي حاجه منكم لي اللهم يسر اخويا هو ديال مولا شوف كل كسحب وما تصور وفوتوشوب ديالي مكاين شوف ديالي وكاين الحمام على عمر 150 100 درهم ويا عمر هذا المالين واش عندك؟ عندهم شاربوني تبارك الله اللهم بارك شاربوني معروف عمر بالشاربوني حولي الزين ومرحبا بكم عندي الثمن وشحال؟ الثمن هذو 1300 والرو هذاك الروس 1300 كامل كيفاش 1300 خوش اثمنة مناسبة عند عمر ولكن عندو السلعة صوب تبارك الله ومعروف عمر بالكحولية شاجك احلى الزين شوف ولي وقف هذا خرج تفوز الزين خرج معنا خرج معنا محبي الشاربوني الله يهزمهم ويبارك انتم جو عند عمر كاين تبارك الله الكحل اللهم بارك خويا هذا راه درت لك انا تبارك الله على بوادي بوادي شات لي جيرا المالي والشاربوني صعب الحل شحال عندهم بوادي عندهم شهر ونص دريوش شهر ونص بياسة دوري جيم ثمن 1900 يسوى وذكر الذكر على اليسار والانثى على اليمين خوتا بدينا الروت والمالين اللهم بارك شحال عندك شهرين اسبوع 1300 درهم هذا شحال عنده شهر 1300 عمر دير سومو الثمن واحد عنده كارني كلشي عام هو كارني موني نرفض ديال الكليبات ما كاينش تخرجيش الكلب الا ما كانش الخوت كارني تفاكسه ما تصورش الكلب كاينش كارني ما كاينش السلام عليكم جينا اخ طارق 110 الاورو زيد طارق حيد لي هادي هرلي الدوبرمان شحال عندها الدوبرمان اخويا الله باش ولدها 1100 درهم باقي عندي وليد واحد باقي ولد عندها ولد واحد شحال عنده الولد عنده شهر وشي كثير ذكر لي كوبا شي حاجه مليحه دابا نقول لك القصه ديال هادي ولد تحكي 13 ولد ذكر بحال هي نشوه اجينا ولدها اللي باقي ولد شحال باقي فيها طارق هذا
ولدها طارق شحال؟ ها؟ ولدها ولا كيبقى ب 800 درهم 800 درهم الولد بام كحل خرجوا الدراري كحلين الكورة ولا جاوا قهويين ارى لي هذا البجروطه طارق هذا العفريشه هذا اللي صعب هذا طارق شنو هو هذا مالين ولا بيرجي؟ هذا بيرجيم كا بيرجيم بيرجيم نسوى مالين ميكس بارك الله كان عنده طارق وثمانه خويا عنده شهر نعم ثمان ديالو كيخلي ب 700 درهم 700 درهم زيد اخويا طارق ارى لي ارى لي هذاك بيرجي اللي وراك بيرجي ولا حيت باش يبان الصوره طارق هو بيرجي بيرجي اجينا اسي مال فومال كر شحال عنده طارق؟ عنده عام صحيح عام كمان اخويا 1500 درهم بيان دريسي لاطاك ديال الفيلات بيان دريسي الطاعة والشقة انا بغينا نوريك الدريسي اش الحيلة بابا وانا نوريك العاب راك عارف دور عيني يجري لينا مع هذا الشيء السوق راه كيدير مع القايد المقدم بيان يخدم شو مشاو ويحيدوا البشر وغادي يحيدوا السوق غادي يحيدوا الكلاب غادي يحيدوا الكشافة البشر ارى لينا خويا عندي واحد هاسكي شالو هاسكي هاسكي مال فومال عندنا هذا نتشوا 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 شحال الطريق هذه؟ نخلي 500 درهم 500 درهم شنو هو طريق كاين؟ هذه مصطفى على 200 كروازي هذه ديال الخنزير هذه ما كتشافش مع الخنزير الصياده كيموتوا عليها ديال الصيد حيت اوريجينال ستاد يجري واحد كل ما طري الصاد يخرج لك الخنزير يخاف منه هادي ما تعياش وجا الخنزير دابا اللي حيطلع الفيديو واش جاي معاش مخلطه طارق هادي اللي تكون ستار ماشي دوب ماشي لعيبه بحال هكا شحال عندها وثمنها عندها خويا 6 شهور الثمن ديالها كيبقى 900 درهم اللهم صل الثمن مناسب باغي عند لعيب كبير دابا خاصني نشوف المحامي الحكم زيد هذيك المالين وطريق الحدا هذيك الثمن زوين ديال دريسي 900 درهم شحال عندها؟ عندها 7 شهور كارني فاكسان ديالها 7 شهور والكارني فاكسان ديالها كي دايره طريقه الماليل ومزيانه بيان دريسي المايوس مسول شي انا كندريسي فهمتي عارفك انا انت حريفي في الماليل وطار عارف شدو كندريسي عاد كنبيع حيت اكثر كي كندريسيش فهمتي خويا طارق المانيو شامبون كاين هذيك الماليل شحال عندها حتى هي خويا طارق عندها 7 شهور شي 7 شهور دوقا الثمن ديالها 1200 درهم 1200 درهم راه زيد الطريق اللي باقي ما شفناش اخويا اللي باقي ما شفناش عندي شي حيوان في الدار هادو صغيرين هادو شيواوا 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 كاينين ثلاثة هاكا تما اليوم على حساب حد نطلعهم في الشمال شحال عندهم هادو طارق هادو باقي ما كاينينش شهر لا قريب من داخل الشهر شحال كيبقاو لواحد شنقول لك ثمن زوين 500 درهم لواحد 500 درهم طارق درهم لواحد النمرة ديالك 07 74 07 73 07 56 في الاخر سمحوا لي شي عندك الدار الدار عندي واحد الكلاب عندي الروس عندي الدوق عندي الكانيكوس اي دابا جيت فيلمي معايا مرحبا عندي الكليان ديروا جيم الدري احمد تيبير الله عمره دار محمد تيبي الله يحفظك مرحبا بك طارق خويا شكرا وفي المواصلات سول بحساس واحد الدوق طنجه من هناك بلغ سلام الدرجه طنجه وصلوا لمراكش وصلوا الدوق امان الله داكشي اللي بغينا صافت لي الفلوس صافت لي دوك ارجنتين وصلاتو الامانه ديالو وصلات دابا تسوي على الكار وصلوا راه الدراري بزاف الطريق كيشكروك تعال دخل عندي من القاع من اليوتيوب ديالي عيطوا لي بعت مع شي دريه طنجه مراكش اكادير طريق الله يسر لك امورك الله يحفظك خويا تحياتي والحيوان اللي مبرر فيه ولا كاين في الفيلم اش نديرو معاهم عندي واحد الحيوان في الكليبات غادي ندوز عندك اخويا دوز اخويا في الفيلم كاين شي حاجه السلام عندي 6 مانيوات صغار شاربوني من 20 يوم حتى شهر ونص اللهم يسر اخويا طارق تحياتي مرحبا الكلاب عند خويا طارق كاين المالين واكل البيرجي كاين سوبرمان اسي كلشي مازالين في السوق طري على العيون مع جيراء لوغو ارجنتينو اللهم بارك لوغو ارجنتينو هذا خويا راه بان لي بحال ميكس هذا بالضبط يقدر يتحل بزاف وصافي هاد الشيء بوا بلي اي بحال هذا عندهم دابا شهر 10 ايام عندكم شهر 10 ايام مقبول
لا هذا ذكر ولا هذا اللي فيه كامل هذا ذكر هذا اللي وديناك حليم شو هذا الأنثى ألف والله ألف درهم ثمن البيع النمرة ديالكم الدراري 17 عنده تالبول دوغ اخوش لا عنده مازال ثلاثة اخرين في الدار اللي عجبوش يتكرر شي نتواصل مع الاصدقاء خلينا رقم الهاتف مرحبا والف مرحبا التفاوض شوفوا القناه عندي ولا والو ضروري انت كتشوف ضروري وبارطاجينا هذا الله يرحمك مكاني كورسو الرجيله ديالو ماله البرود فهمتش مع الرجيله ديالو واحد الشويه قال لنا الصديق كان حاطه في شي بلاصه بارده عنده الكارني خويا عنده الكارني اول كارني عند الصديق عنده كارني خاص ديالو بحال السن ديالو هو عنده 10 شهور تبارك الله 10 شهور اللهم بارك خليه يبان خويا النمره ديالك هو 07 07 62 92 81 04 شحال الثمن ديالك 1400 كليب زوين غير هذيك الرجلي راه مقادين غير هو اليود فهمتش صادق بريدين شي حاطه فشي بلاصه باه باه تعالج باه هو واحد البرا براس راه شي حاجه بير الله يبارك اللهم يسر خويا الله يحفظك